السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن كنقدم لكم هاد الشيوات والصحة والراحة والعافية إن شاء الله. كنرجعو الكلمة للسي مصطفى السطاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله ومرحبا بكم في برنامجكم التواصلي إطلالة على مغاربة العالم. اليوم عندنا واحد الجلسة بالمناسبة ديال الأيام الأخيرة من هذا الشهر العظيم مع الفطاحل ديالنا المعلومين في برنامجكم المحبوب. مشاهدينا فاصل ثم نواصل. بغيت نسأل هنا المشاهدين فين كيذكرهم سي عبد الكريم بالقاص ها هو بالقاص من جديد جاكم الولد ديالو هذا ها هو بالقاص طبق الاصل شغلك هذاك ها تشابه شغلك هذاك مرحبا بالمشاهدين مجددا ايوا شنو تقولوا في هذه الليله هذه المباركه سي عبد الغني سي حاسب السلام عليكم عواشر مباركه صافي هادشي ناربي السلام عليكم عواشركم مباركه رمضان كريم والمهم نديرو بغير نسمى صيفطوا لينا شي حاجه سي عبد اللطيف احنا معيدين نهار الخميس شوفوا انتم يبدا معيدين احنا زفتناهم أخوان تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير سي عبد الكريم نعم سيدي بصي الحاج دايما التعليم يتكلم هو واش راكم مبروكة الله فين كنهضر دابا تدوك واش راكم مبروكة واش راكم مبروكة سيدي يلا واش مبروكة من دابا تضرب سي حسن مبروك واش راكم كل عام وانتم حي بخير ان شاء الله والحمراء وديما الخضراء تم ضرب ليها مع الخضراء والحمراء بقينا هنايا وشنو مجدل المشاهدين كل شيء كيبان كيبان لك دابا شي غني عن التعريف طاجين جاي من الشمال واحد رجاوي واحد ودادي اها رجاوي هذا اللي كيديروا في الضحك هذا ودادي رجاوي وغنشوف شكون اللي غيمشي شكون اللي غيدير بوره هذاك الطاجين جاي من سوزبري نورت اها سوزبري ايست اها هو الزائر الفريق الزائر وهذا هو الفريق المحلي الفريق يعني مقابلة اليوم ديال الصحة اها وجايبينو في المالا ديال الطوموبيل طيب وجايينها ب 20 في الساعة باش ما يطبخش كيطبخ في الطوموبيل جبناه كيجري درنا ديك الصفارة ديال الراس ايوا سيدي بهاد المناسبة هادي كنقولوا للمشاهدين ديالنا خلال هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن المغفور لهم وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار ونقول لكم عيدكم مبارك سعيد تعيدوا وتفرحوا ولكن ما تنسوش هذاك المسكين ما تنساوش هذاك الفقير لأن أيام الفرح أنها تدخل على المسكين وليس غير ذلك لأن هذه الفرحة الكبيرة وخاصة مع هذه الجائحة اللي كينا وكنعرفوا أن الأحوال ديال الناس شوية هشة وضعيفة فحاولوا تخلقوا هذاك الجو ديال التلاحم هذاك الجو ديال التماسك الاجتماعي هذاك الجو ديال الترابط الاجتماعي هذاك الجو ديال أنك
تحن على هذاك المسكين اللي ما عندوش، خاصة هذوك الناس ديال العفة، هذوك الناس اللي ما كيمدوش يديهم، فحاولوا تبحثوا عليهم. وما تنسوش الأرامل، ما تنسوش الأيتام. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، ونهار كبير هذا. الله يكبر بك ودي العربي، الله يكرمك، أكلنا كلها في رزقي.